التمرين الاول من اختبار نموذجي، يعني التمرين في الاختبار تاعنا غادي يجونا جزئين. الجزء الاول فيه اربع تمارين قصيره، كل تمرين عليه 3 نقاط، يعني المجموع كامل شحال؟ 12. عندنا 4 × 3 = 12. يبقى لنا الجزء الثاني اللي هو وضعيه ادماجيه. وضعيه ادماجيه غادي تجينا من الفصل الاول، ديجا رانا في الفصل الاول. التمرين الاول يكون في الاعداد والحساب، يعني يعطينا اعداد ويطلب منا الحساب تاعها. لتكون العباره، اعطانا العباره كما تلاحظون فيها اعداد عشريه، فيها قسمه وفيها قوى. قالك اكتب العباره ولا احسب العدد ا واكتب الناتج كتابه علميه، ولا يطلب منك يقول لك اعطي الكتابه العلميه للعدد ا. احسب القاسم المشترك الاكبر للعددين 1053 و1215. اكتب الكسر 1035 على 1215 على شكل كسر غير قابل للاختزال. كي نجي نشوف هذا الكسر قابل للاختزال ام غير قابل للاختزال، كي نجيو ليه نزيدو نوضحوا اكثر. صاي السؤال الاول اش قال لك؟ كتابه ولا حساب العدد ا واعطاء الكتابه العلميه له. هاي في البدايه اش ندير؟ دائما تكتب العدد المعطى، العدد اللي اعطاه لك اكتبه. شو هو العدد؟ ا تساوي 3 في 10 اس ناقص 3 في 7 في 10 اس 8 على 6 في 10 اس 4. عندي هذه كتاب، نروح نراجع الكتاب العلميه. الكتاب العلميه تاعي كيفاش تكتب؟ الشكل العام. كي نعرف انا الشكل العام تاع الكتابه العلميه تاعي نقدر نجاوب. ما نعرفش الشكل العام وكيفاش تكتب الكتاب، الشكل العام تاع الكتابه العلميه ولا كيفاش تكتب ولا شنو نستعمل، ما نقدرش نمد الكتابه العلميه تاعها. صحيح هذو الاخطاء اللي نداروا في الفرض. كاين تلاميذ جاوا في مرحله توقفوا. اش عندنا الشكل العام تاعها كيفاش يكتب؟ تكتب من الشكل ا في 10 اس ان، هذا هي الشكل العام تاعها. عدد في قوه، كي تشوف 10 اس ان معناه قوى العدد، قوى العدد 10. هذا العدد هو ماذا؟ هو عدد كي داير ماش طبيعي. ما نقدرش نقول طبيعي، ما حددتش بالضبط طبيعي. شنو نقول؟ عدد عشري. كيفاش داير؟ مكتوب برقم 1 قبل الفاصله وغير معدوم. كي نقول بعد مثلا عندي 13.41، هذا بعد وهذا قبل، راه قبل. صحيح هذا راه قبل، قبل الفاصله وغير معدوم. والان تاعي هو عدد نسبي صحيح. شو معنى عدد نسبي صحيح؟ معنى الاس تاعي ما يكونش بالفاصله. صحيح متفاهمين؟ صح. شنو نحتاج معاه؟ نحتاج معاه الى قواعد. شو هما القواعد؟ 10 أس آن في 10 أس آم شو يساوي؟ 10 آن زائد آم. 10 آن على 10 آم شو تعطينا؟ 10 أس آن ناقص آم. وعندنا 10 أس آن لكل أس آم شو يساوي؟ 10 أس آن في آم. مع 10 أس صفر شحال يساوي؟ يساوي 1. يعني كي يعطيك 1 تقدر تعوضها باش تبدلها باش ب 10 اس 0. وعندنا 10 اس 1 هي ماذا؟ 10. انت كي تلقى 10 شا ترجعها؟ ترجعها 10 اس 1، تكتبها اس 1. ليق هذا الان، هذا الان ليق يكون باين. ما تكتبهاش مثلا 10، ما تخليهاش 10، اكتبها 10 اس 1. صايم مفهوم؟ شا قال لي هنا؟ قال لي ا في 10 اس ان، يعني عدد عشري في قوى. شرع عندي هنا عندي اعداد عشريه وعندي قوى، نكتبها تساوي 3 في 7 على 6 في 10 اس ناقص 3 في 10 اس 8 على 10 اس 4. شنو ندير الان؟ نستعمل الاله الحاسبه، والاله الحاسبه مسموحه ماهيش ممنوع، ما
ما يكتب لكش بدون استعمال الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة راهي مسموح. شا دير؟ اضرب 3 في 7 واقسمها على 6. 3.5 في 10 أس ناقص 3 في 10 أس 8. شا راني باغي ندير؟ باغي نطبق مباشرة هذه. يعني هنا جداء قوتين ولا 3 قوى ولا 4 قوى نفسها. شا ندير؟ تبقى لي هذه 10 أس 4 شا ندير لها؟ نطلعها شا تولي لي ناقص 4. تساوي 3.5 في 10 ناقص 3 زائد 8 ناقص 4. تعطينا 3.5 في 10 أس شحال؟ 1 ولا 9؟ 1. نجي نشوف الأ تاعي. راه مكتوب برقم 1 ولا لا؟ راه مكتوب برقم 1 قبل الفاصلة. وهل هو معدوم؟ لا، وغير معدوم. إذا هذه هي الكتابة تاعي. إذا كان لقينا رقمين ولا أرقام ولا 4 شنو نديرو؟ نزيح الفاصلة. إذا كان أزحنا نحو اليمين، نحو اليسار. الأس سال موجب، يسار موجب، نحو اليمين سال. صحيح؟ إذا العدد أ تاعي هذا هو. ونتعلم. كي تبغي تحسب تبع، كي تبغي تحسب اكتب حساب العدد أ. ماش تروحش تجاوب مباشرة. شنو راك دير؟ بدك تفهمني شنو راك دير. صحيح؟ النتيجة ديرها في إطار باش نعرف أنا النتيجة تاعك النهائية وراي. صح. سؤال ثاني قالك احسب، نكتب حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين. شكون هما العددين؟ 1035 1215. شنو نكتب هنا؟ نكتب بي جي سي دي ونفتح قوس، ما ندير لا نقطتين لا نقطة لا سهم ولا محزنون. بي جي سي دي نفتح قوس 1215 1035 بيناتهم فاصلة منقوطة. شنو ندير هنا؟ نروح نستعمل الآلة الحاسبة. عندي طريقتين لحساب القاسم المشترك الأكبر، كاين الطرح المتتالية وكاين القسمات الإقليدية. من الأفضل؟ من الأفضل القسمة الإقليدية. أي القسمة الإقليدية هي المقسوم تساوي القاسم في الحاصل زائد الباقي. نستعمل الآلة الحاسبة للحساب. أي شنو عندنا؟ ندير مقسوم يكون كبير على القاسم ولا صغير عليه؟ يكون كبير عليه. إذا 1215 تساوي 1035 في زائد. شا ندير؟ نقسم ذا على ذا. شا يعطينا؟ يعطينا 1. نكتب بالجزء الصحيح، بعد نطرحه يبقى لي 0. ما نمحيش الفاصلة لو ما نمحيش كاع في الأحسبة. اللي يبقى لك الضربة في 1035 شا يعطينا؟ 180. نجي نشوف الباقي والقاسم، صغير عليه ولا كبير عليه؟ صغير عليه. تما رانا صح. شا ندير الآن؟ نواصل. هل الباقي معدوم؟ الباقي غير معدوم. إذا نكتب 1035 نكتب هنا 180. هذا قسم الذا شا يعطينا؟ 5 زائد 135 زيد 180 في 1 زائد 45. 135 تساوي 45 في 3 زائد 0. إذا بي جي سي دي تاعي شكون هو؟ هو آخر باق غير معدوم. شحال؟ 45. شا درنا هنا؟ درنا إزاحات. هذا جبته هنا، ذا جبته هنا، ذا جبته هنا، ذا جبته هنا. وين تنتوقف؟ نتوقف عند من يكون الباقي معدوم، من يكون الباقي صفر. كي يكون الباقي صفر نتوقف. صحيح. شا ندير دروك؟ نقدر نتحقق. نقسم 1215 على 45، لازم نلقى عدد طبيعي. نقسم 1035 على 45 نلقى عدد طبيعي. لقيت عدد العشري، راني غلط في البي جي سي دي تاعي. صحيح؟ ولا عندنا عفسه بالآلة الحاسبة. كيفاش ندير؟ قسم 1 على 1. مثلا 1200 على 15 قسمت 1035. تقسمه باش دير شيفت ا بي سي. شنو يلقى؟ درت 1215 وعلى ذا تلقى الكبير على الصغير، تلقاهم مكتوبين. تقسم هذا على ذا، على ذاك اللي لقينا تاع الكسر، تلقى 45. تقسم هذا على العدد الثاني، شحال تلقى؟ 45.
صحيح؟ تلقاه 45 اللي هو القاسم المشترك الأكبر. سؤال من بعد قال لك كتابة الكسر شكون هو؟ 1035 على 1215 على شكل كسر غير قابل تيزال. شو الكسر التاعي؟ 1035 على 1215 تساوي 1035 على 1215. قيس مات، تبع معايا مليح قبل ما نروحوا للقسمة. صح، جانا سؤال ولا احنا نطرقوا كاع الأسئلة اللي ممكن تكون. قادر يقول لك قبل حساب البي جي سي، قبل حساب بي جي سي شنو يقول لك؟ يقول لك هل العددان، ولا يقول لك العددان ليس أوليان، يصرح لك باللي العددان ليس أوليان فيما بينهما، ماهوش أوليان. لماذا؟ السؤال الزاوج يقول لك احسب القاسم المشترك، هل نجيب بالقاسم المشترك؟ لا. هاي كيفاش نبين باللي، ولا يقول لك الكسر هذا، يقول لك الكسر هذا قابل للاختزال. كيفاش عرفت باللي قابل للاختزال؟ كيفاش؟ قواعد قابلية القسمة. هيا هذين للعددين يقبل القسمة على ماذا؟ على خمسة. ثم خمسة يختلف عن الواحد ولا ما يختلفش؟ يختلف عن الواحد. ثم عندي خمسة، إذن العدد الكسر هذا شو نقول عليه؟ قابل للاختزال. هذا كسر كدير قابل للاختزال، صحيح؟ إذن نقسمها على خمسة ولا نقسمها على ثلاثة ولا شوف الأعداد. علاش عرفت باللي قابل للاختزال؟ رقم الأحد تاعه خمسة ورقم الأحد تاعه خمسة. قال لي اكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال. نقعد كل مرة نجرف القواعد قابل القسمة؟ لا. شندير سؤال اللي قبله، القاسم المشترك أكبر راه مطلوب منا، إذن مباشرة نقسم على البي جي سي دي 45. إذن شحال تعطينا؟ 23 على 27. نروح نشوف 23 على 27 هل هو كسر قابل للاختزال ام غير قابل للاختزال؟ غير قابل للاختزال. ماذا نقول عن العددين 23 و27؟ انهما اوليان فيما بينهما. شو معنى اوليان بينهما؟ قاسمهما المشترك الاكبر يساوي الواحد.